السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات في الحلقة دي هشرح شابتر ستة لمادة الماتيريال ساينس للطبعة اللي, اللي هو الكتاب اللي هو اللي بشرح منه اللي هو الماتيريال ساينس اند انجينيرز انجينيرينج شابتر بيقول امبرفكشن ان سوليدز او التايتل بتاعت الشابتر الامبرفكشن ان سوليد او الديفكتس اللي هي العيوب اللي موجوده في الكريستال او اللي موجوده في الجوامد طيب اول حاجه نتكلم على الكريستال ديفكتس يعني ايه عيوب الكريستالز طبعا عارفين اي ماده في الدنيا لازم يكون فيها عيب مفيش ماده في الدنيا بيور 100% لازم هتبص تلاقي يعني فيها ولو نسبه قليله من العيب يعني مثلا ممكن تبص تلاقي ماده 99.9999% لازم هتلاقي فيها جزء فيه عيب، مفيش مادة بيور 100% في المئة. طيب الكريستال ديفيكتس زي ما قلت لك اللي هي العيوب الكريستال هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن عيوب بتنشأ أثناء تصنيع الماتيريالز. created during the processing of materials هي عيوب بتنشأ أثناء التصنيع المادة أو أو الميتالز. أوكي أو عملية المعالجة بتاعت بنعمل عملية معالجة للماتيريال فبتنشأ هذه العيوب، طبعا انتوا عارفين ان الكريستال بتتكون من ذرات، الذرات ديت بتبقى منتظمة أو مترتبة بشكل منتظم وبشكل محدد وبالتالي لما يحدث خلل في عملية تنظيم هذه الذرات فبنقول على الخلل ده بنقول عليه ان هو ايه؟ عيوب عيوب بتنشأ في الكريستال. انواع العيوب types of imperfections or defects زي ما احنا قلنا في اربع انواع اللي هي point defects اللي هي عيوب نقطية اللي هي بتنقسم الى vacancy atoms ذرات شاغرة يعني والنوع التاني اللي هو self interstitial atoms اللي هي ذرات بينية او خلالية طبعا هنشرح ده لاحقا في line defects او dislocations اللي هي بتنقسم الى line defects عيوب خطية وعيوب اللي هي screw dislocations عيوب حلزونيه او انخلاعات حلزونيه وميكسد ديسلوكيشن اللي هي تجمع بين الاثنين اللي هي اللاين ديفيكتس والسكرو ديسلوكيشنز طبعا العيوب النقطيه بتكون في زيرو Dimension لانها متركزه في نقطه عيوب نقطيه اما بالنسبه لللاين Defects او الديسلوكيشنز بتكون في 1 Dimension النوع الثالث اللي هو الجرين باوندريز اللي هي حدود الحبيبات ديت برضو بتبقى عيوب مستويه ده نوع من انواع العيوب اللي هي بتبقى موجوده في الكريستلز هنشرحها برضو دي بتبقى على تو ديمنشن بعدين النوع الاخير اللي هو البالك اور فوليوم ديفيكتس بيكون في 3 ديمنشن او اللي هي بنقول عليها العيوب الحجميه هنشرح الكلام ده في حلقات اللي هي خصوصا اللي هو 2 و3 و4 اللي هي الديسلوكيشن والجرين باوندريز والبالك هنشرحها في الحلقات القادمه ان شاء الله اما بالنسبه لللاين اما بالنسبه للبوينت افكتس هشرحه في الحلقه ديت باذن الله طيب هنيجي بعد كده اول حاجه هتكلم على طبعا إيه اللي هو البوينت افكتس احنا قلنا البوينت افكتس بتنقسم الى الفيكنسي آتومز و والسيلف Interstitial اتومز هنتكلم على الفيكنسي الفيكنسي يعني ايه يعني فراغ هنبص نلاقي لو احنا لاحظنا هنا في الكريستال دي الأتومز اللي متكونة أو التي تتكون داخل الكريستال، نفترض بالشكل ده، هنبص نلاقي فيه فراغ يعني أتوم سابت مكانها وانتقلت إلى مكان آخر أو مش موجودة، فبنقول على المكان ده بنقول عليه فيكنسي، فده يعتبر عيب من العيوب اللي موجودة في السوليد أو موجودة في الكريستال، إن الأتوم بتسيب مكانها. ويتكون فراغ فبنقول عليها ذرة شاغرة أو مكان شاغر أو فيكنسي فده النوع اللي هو إيه بنقول عليه نوع بوينت إفكتس عيوب نقطية طيب النوع اللي بعده اللي هو السيلف أو اللي قلنا البوينت إفكتس بتنقسم إلى vacancy وبتنقسم إلى اللي هو اللي إيه سيلف انترستيشيال أتومز يعني إيه سيلف انترستيشيال أتومز هنبص نلاقي في الكريستال برده الذرات شوف مترتبة بالشكل ده هنبص نلاقي ذرة تيجي من نفس النوع الذرات ديت تتحشر وسط الذرات تيجي بين الذرات فعشان كده بنقول سيلف انترستيشيال اتومز اي ذرات بينيه او خلاليه تيجي تتخلل بين الذرات يعني بتيجي في مكان غير المكان اللي هي المفروض تكون فيه يعني شايفين هنا الذره ديت المفروض ما تكونش هنا الترتيب الذرات ماشي كده فجت ذره اتحطت في مكان المفروض ما تكونش موجوده هنا فبنقول عليها سيلف انترستيشيال اتومز وبتكون من نفس نوع الذرات اللي هي المستضيفة. يبقى اتكلمنا دلوقتي على البوينتس الفيكس أهم حاجة تعرفوها اللي هو اللي بتنقسم إلى الفيكنسي أتومز والسيلف انترستيشيال أتوم وعرفنا النوعين الفرق بينهم. هتكلم بعد كده وده سؤال مهم جدا ولازم يجي في الامتحان اللي هو آه ازاي احسب هاو تو كالكوليت ذا نمبر اوف فيكنسيز ازاي احسب عدد النمبر اوف فيكنسيز اللي موجوده عندي في السوليد أو الكريستال. القانون ده مهم جدا لازم يتحفظ اللي هو N في اللي هو الـ number of vacancies or defects بيساوي الـ N. N اللي هو الـ number of regular lattice sites أو الـ atomic sites مضروبة في exponential ماينس كيو في على الكي تي. طبعا الكيو هنا V اللي هي الـ, الـ, الـ energy اللي إحنا محتاجينها عشان نكون فيكنسي sites. نكون فراغات أو نكون مواقع فيها فراغات فبنقول عليها ديت اللي هي الايه energy needed to form vacant sites، الكي k اللي هو البولتوزمان كونستانت والتي اللي هي التمبريتشر temperature طبعا البولتوزمان كونستانت لازم اعرفه اللي هو قيمته بتساوي 8.62 في 10 أس ناقص 5 الكترون فولت بير اتوم كلفن، الـ t اللي هي الـ temperature ولازم تكون عندنا بالكلفن، لازم تكون عندنا بالكلفن يعني هو لو مدهاني بالسيليزي يبقى احولها بالكلفن. طيب ال N ديت احنا قلنا number of regular latest sites او number of atomic latest sites اللي هي عدد الذرات اللي هي موجودة عندي في ال latest crystals او موجودة عندي في ال solid اللي هي عدد الاتومز بدون الفراغات عدد الاتومز بدون الفراغات اللي عندي فبنقول عليها number of regular latest sites طيب ال N ديت اللي احنا قلنا عليها اللي هي الـ number of Regular ليتس Sites او الاتوميك سايتس بجيبها ازاي؟ ممكن يكون مش مديها لي في المسألة. فبجيبها من قانون اللي هي بتساوي ال N في الرو على او اللي هي الـ density على ال A. ال اللي هي الافوجادروز نمبر اللي هو بيساوي قيمته 6.022 في 10 أس 23. في الـ density على ال اللي هي الاتوميك ويت بيديها لي في المسألة. يبقى المسألة ديت مهمة جدا أه لازم اكون عارف القانون ده وهناخد دلوقتي اكزامبل على المساله ديت ده اكزامبل عندي بيقول لي ايه بيقول لي كالكوليت ذا ايكوليبريم نمبر اوف فيكنسيز اوكي بير كيوبيك متر فور كبر ات 100 uh, درجه سيلزيه ذا انرجي اوف فيكنسي ومديني الانرجي بتاعه الفيكنسي فورميشن اللي هي اللي احنا محتاجينها عشان نكون vacant سايت is 0.9 الكترون فولت بير اتوم ومديني الاتوميك ويت والدنسيتي بتاعه الكبر اللي هو ايه الاتوميك ويت 63.5 جرام بير مول والدنسيتي 8.4 جرام بير سنتيمتر تكعيب ايه؟ اول حاجه هحل المساله سهله خالص اولا هحط القانون القانون عندي بيساوي ايه؟ وقال لك طالب منك النمبر اوف vacancies يبقى ال هتساوي ال n اللي هي الـ number of regular lattice sites أو ال atomic sites exponential في ال exponential minus q على kt t temperature عندي موجودة وال Boltzmann أنا حافظه وال q v مديها لي اللي هو ال energy of vacancy formation طيب ناقص عندي ايه؟ ال n ال مش موجودة اللي هي الـ إيه؟ الـ number of regular latest sites أو number of regular atomic latest sites أجيبها إزاي؟ القانون عندي الـ N بتساوي الـ N في الـ اللي إحنا قلناه من شوية في الـ atomic weight بتاعة الكبر الـ N اللي هو عدد أفوجادرو اللي هو 6.022 في 10 أس 23 في الـ density مديها لي هنا اللي هي 8.4 جرام بير سنتيمتر تكعيب فلازم احولها لمتر تكعيب فبضرب في عشرة أس ستة خلاص عشان احولها من سنتيمتر تكعيب الى متر تكعيب لانه طالب مني في المسألة ايه قال لي احسب النمبر اوف كنسس بير كيوبك متر متر تكعيب فلازم احول السنتيمتر تكعيب الى متر تكعيب فبضرب في عشرة أس ستة طبعا على الاتوميك ويت مديهولي بتاع الكبر اللي هو كام 63.5 لو ضربت بالاله الحاسبه تطلع القيمه 8 في 10 اس 28 اتومز بير متر تكعيب يعني عندي عدد الاتومز اللي موجوده عندي في الكريستلز او ليتس اتوميك سايتس 8 في 10 اس 28 اتومز على متر لكل متر تكعيبي خلاص طلعت ال N اعوض على طول يبقى ال N V دي اللي انا عايزها اللي هي الـ number اوف كنسز هتساوي ال N اللي هي القيمة بتاعتها اللي انا طلعتها اللي هي 8 في 10 أس 28 في اكسبونينشال اللي هي الماينس كيو في اللي هو الانرجي اللي احنا محتاجينها عشان نكون الفيكنت سايد ماينس 0.9 مديها على الـ k اللي هو البرتوزمانس كونستنت اللي هو عارفين قيمته نكون حافظينها 8.62 في 10 أس ماينس 5 طبعاً في الـ k اللي هو التمبريتشر 1000 درجة سيليزية يبقى نحولها لكلفن يبقى نقول زائد 273 هتبقى 1273 كلفن هتساوي بالآلة الحاسبة 2.2 في عشرة أس خمسة وعشرين في فراغ على متر تكاين يعني هنبص نلاقي عدد الاتومز اللي هي موجودة في الكريستالز أو اللي هي اتوميك سايتس اللي هي ثمانية في عشرة أس تمانية فيهم قد إيه 2.2 في عشرة أس خمسة وعشرين بير متر تكاين ده سؤال مهم جدا جدا وبيجي في الامتحان في نوع تاني من الأسئلة المهمة برضه في الجزئية ديت بس جاي بشكل مختلف يقول لك كالكوليت the fraction of atomic sites that are vacant for copper at its melting temperature مديني الملتنج تمبرتش بتاعتها اللي هو 1084 هو مديها لي أصلا بالكلفن هنا اللي هي يعني معناها 1357 قال لك assume an energy فور for vacancy فورميشن مديني الانرجي اللي احنا محتاجين عشان نكون vacant سايتس 0.9 الكترون فولت طيب اطالب مني هنا ايه الفراكشنز اوف اتوميك سايتس المساله اللي قبل كده كان طالب مني النمبر اوف vacancies هنا طالب مني الفراكشن اوف اتوميك سايتس لما يطلب منك الفراكشنز او صيغه السؤال فراكشنز اوف اتوميك سايتس يعني معناها عايز منك ايه عايز نسبه النمبر اوف vacancies لنسبه النمبر number of regular atomic sites يعني عايز ال ان على ال n ال في على ال n اللي هو الـ ratio بتكون بين النمبر number of vacancies ل ل number of regular atomic sites خلاص هقول بتساوي من القانون اللي هو اللي احنا قلناه من شوية بس كل اللي انا عملته ايه ان انا جبت ال جبت ال حطيتها تحت ال هتساوي الاكسبوننشال ماينص كيو في على كي تي خلاص هساوي اي e ماينص الكيو في او الانرجي مديها لي اللي هي 0.9 الكترون فولت على الكي معروف عندي اللي هو البلتوزمان كونستانت 8.62 في 10 اس ناقص 5 في التي التمبريتشر اللي هي 1357 وخمسين طبعا دي لو بالآلة الحاسبة هنبص هيطلع القيمة فور بوينت فايف في عشرة أس ناقص أربعة يبقى الـ في على الـ هي ديت اللي قصده إيه الفراكشن. fraction of atomic sites السؤالين دولك مهمين جدا في الجزئية اللي أنا بشرح الحلقة النهاردة عشانها السؤال اللي هو اللي فات والسؤال ده مهمين جدا فلازم تاخدوا بالكم منه هتكلم بعد كده على حاجة اسمها الامبيورتيز الان ميتلز انا هتكلم بشكل سريع طبعا التفاصيل كلها موجودة في الفايل ديسكريبشن اللي هو مرفق مع الفيديو التفاصيل كلها هتكون ترجعوا للفايل ديسكريبشن المرفق بالفيديو هتلاقي التفاصيل اكتر وبشكل ايه موسع بس أنا بشرح بس بسرعة كده الحاجات اللي هي المهمة. يعني إيه الإمبيوريتيز metals طبعًا عارفين إحنا قلنا الإمبيوريتيز اللي هي الشوائب. والشوائب دي بتكون ذرات مختلفة عن الذرات الأساسية أو الذرات إيه المضيفة. طيب الإمبيوريتيز طبعًا في نوعين منها في إنترستيشال إمبيوريتيز وفي substitutional إمبيوريتيز. يعني إنترستيشال إمبيوريتيز يعني إيه؟ يعني ذرة بتيجي تتخلل بين الذرات اللي موجودة عندي فبنقول عليها اسمها interstitial impurity. substitutional impurity يعني ايه؟ يعني ذرة تيجي impurities تحل محل الذرة بتاعة ايه؟ الذرة المستضيفة، يعني ذرة بتيجي تحل محل الذرة المستضيفة. أما interstitial معناها ذرة بتيجي بين الذرات المستضيفة. والاتنين طبعًا بيكونوا ايه؟ impurities. طبعًا أنا شارحها في الفايل ديسكريبشن أو بشكل أحسن وبشكل مفصل. الامبيورتيز ليه احنا بنضيف الامبيورتيز للالويز او الميتالز طبعا احنا بنضيفها عمليه ايه بنبقى قاصدين ان احنا نضيف ذلك ليه ساعات واحد يقول لي انت ازاي هتضيف امبيورتيز اه وديت بتبقى مهمه اه هقول لك لما اضيف امبيورتيز بحسن خواص الالويز او السبيكه بتاعتي طبعا انتوا عارفين الالوي معناها ايه اللي هي سبيكه سبيكه معناها ايه بتكون عندي اكتر من ميتالز مخلوطين مع بعض بيكون أكتر من متلز مخلوطين مع بعض فبيكون عندي سبيكة بنقول عليها ألوي. فالسبيكة ديت لما بخلط أكتر من متلز مع بعض أو بخلط ميتالز مع إمبيورتيز لي سبيكة. فبالتالي عملية إضافة الإمبيورتيز للسبيكة ديت بتحسن لي خواص السبيكة ديت. إزاي الكلام ده؟ هناخد إكزامبلز. يعني أنت عندك مثلا الإف إي اللي هو الحديد. لما أضيف عليه الكربون اوكي بيكون عندي الاستيل وانتم عارفين الخواص الميكانيكيه هتبقى اقوى للاستيل اقوى من الحديد لو هو لوحده يبقى الحديد لما كان لوحده ما كانش بيقوم بنفس الخواص او له خواص ولكن لما انضاف عليه الكربون اصبحت الخواص الميكانيكيه للسبيكه اللي ناتجه او الاستيل الناتج اقوى من الايرون لوحده فعشان كده انا بعتبر ان الكربون اللي ضفته للحديد ده impurities. برضه نفس الحكايه البورون يعتبر برضه ماده امبيورتس انا بضيفها على السيليكون عشان احسن الخواص الكهربائيه بتاعه السيليكون يبقى عرفنا دلوقتي فايده اضافه الامبيورتس الى المواد اللي عندي او ميتالز عندي بضيف عليها امبيورتس عشان اكون سبيكه اوكي بتبقى ليه عشان احسن الخواص سواء الكهربائيه او سواء الميكانيكيه او سواء المغناطيسيه فده حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفينها بعد كده هتكلم على السوليد سوليوشن في عندي السوليد سوليوشن مهم جدا يعني ايه سوليد سوليوشن احنا دايما بنسمع ليكويد ليكويد سوليوشن ليكويد سوليوشن معناها ايه يا اما ليكويد خلطه مع ليكويد ليكويد دايف في ليكويد او سوليوت ماده صلبه مدوبها في ليكويد فبنقول على ده ليكويد سوليوشن اما ما سمعتش انت سوليد سوليوشن سوليد سوليوشن معناها ايه معناها ان بجيب تو ميتلز خلاص او اكتر من ميتلز وبقوم جاي ايه خلطهم مع بعض مدوبهم في بعض بيكونوا سوليد ففي هيبقى عندي مذيب اللي هو السولفنت والمذاب اللي هو بنقول عليه ايه solid. طبعا الاثنين بيكونوا ايه سوليد يعني السوليد سولفنتس المذيب بيكون ماده سوليد والمذاب بيكون ايضا ماده سوليد يعني بدوب اكتر من ماده سوليد مع بعضهم فبيتكون عندي ايه سوليد سوليوشن او بنقول عليه المحلول الجامد يبقى المحلول الجامد بيتكون من حاجتين اللي هو سوليوت اللي هو المذاب الماده اللي بتدوب وسولفنت اللي هو المذيب مهمه جدا الكلام اللي انا بقوله ده وطبعا في هنا تعريف اللي هو والسولفنت والسوليوت ايه هو طبعا السولفنت بيكون موجود هو اللي موجود لان هو اللي بيدوب فلازم يكون كميته في السوليوشن عندي اكبر من كميه المذاب لان المذاب بيكون كميته قليله ممكن ترجعوا للفايل ديسكريبشن هتلاقيني يعني انا ايه لو عايزين التعريفات ديت موجوده في الفايل ديسكريبشن بس انا بشرح الحاجات اللي هي المهمه الـ types of سوليد سوليوشن في عندي نوعين دي تركزوا عليها نوعين من السوليد سوليوشن في سبستيوتيوشنال سوليد سوليوشن وفي انترستيشيال سوليد سوليوشن يعني سبستيوتيوشنال سوليد سوليوشن معناها ايه محلول جامد احلالي وفي عندي محلول جامد بيني اللي هو انترستيشال سوليد سوليوشن طبعا كلمه انترستيشال اول ما تسمع كلمه انترستيشال قلت لك يعني معناها ايه معناها ذره تكون بين الذرات او بتكون تتخلل ذره تتخلل بين الذرات اللي هي المستضيفه سبستيتيوشنال معناها ايه ذره تحل محل ذره فناخد مثلا اكزامبل الكبر في النيكل يعني انا بجيب الكبر بدوبه في النيكل النيكل هنا يعتبر ايه هو ايه السولفنت اللي هو المذيب والكبر هنا يعتبر ايه السوليت اللي هو المذاب النيكل هنا هو المذيب يبقى هو الذره المستضيفه اهو لو لاحظنا هنا ادي النيكل اللي هو اللي راسمين الذرات بتاعته باللون الاحمر شوف جت ذره الكبر هو يعتبر السولفنت او الهوست اتومز جت ذره الكبر اللي هي السوليت حلت محل الذره ذره النيكل وكذلك ذره الكبر جت هنا حلت محل ذره ايه النيكل وهنا نفس الحكايه فايه اللي بيحصل بنقول على على المحلول اللي متكون ده بنقول عليه ايه سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن لان حل السوليوت محل ذره من الذرات اللي هي المستطيفه اللي هي النيكل طيب بالنسبه للانترستيشال سوليد سوليوشن مثلا محلول جامد بيني بنقول عليه ان تيجي ذره كربون تتخلل بين ذرات ايه الحديد يعني كلمة interstitial قلت لك إن في ذرة تيجي تتخلل بين ذرات الذر إيه بين الذرات المستضيفة أو السولفنت اللي بنقول عليه زي هنا هو تشوف الحديد هي ذرات الحديد اللي هي باللون الأحمر وهنا جت ذرة الكربون تخللت بين ذرات الحديد وهي سمول أتوم شوف صغيرة جدا أما شوف ذرات الحديد حجمها أكبر فذرة الكربون تخللت بين ذرات الحديد فبنقول عليها ده إيه اللي انترستيشيال سوليد سوليوشن يبقى عندنا تو تايبس للسوليد سوليوشن دي تكونوا عارفينها مهمة جدا وطبعا السوليد سوليوشن مهم جدا لما انا قلت لك زي ما قلت لك السوليد اللي هو الالويز لما انا بخلط مادتين مع بعض لازم يكون المادتين دولت يكون عشان يتحقق شرط السوليد سوليوشن هوموجينيوس يعني ايه هوموجينيوس؟ يعني يكون 1 فيز طور واحد بس يعني بخلط مادتين مع بعض يكونوا دايبين مع بعض ويتكون عندي طور واحد مش تو فيسز فلازم يكون هوموجينيوس لازم يكون المذيب والمذاب مش احنا قلنا في الالويز او اي سوليد سوليوشن فيه مذيب ومذاب لازم يكون من نفس الكريستال استراكشر يعني لو المذيب عندي اف سي سي نوع الكريستال استراكشر يبقى لازم يكون المذاب او السوليوت تكون برده اف سي سي لو كان المذيب بي سي سي يبقى لازم تكون الكريستال استراكشر للمذاب بي سي سي الشرط اللي بعده برده عشان يتحقق السوليد سوليوشن إن الـ impurities اوكي او الـ substitutional atoms اللي هي بتذوب مع او اللي هي بتدوب في المذيب الصولفنتس لازم تكون منتشرة بشكل عشوائي بين الذرات المستضيفة فبنقول عليها ايه ديت اللي هي ايه بيتحقق شرط اللي هو solid solution يبقى contain randomly dispersed impurities سواء سبستيتيوشنال او انترستيشيال يعني عمليه الانترستيشيال قلنا اتومز بتتخلل بين الذرات المستضيفه بس لازم تكون ايه منتشره بشكل عشوائي وكذلك السبستيتيوشنال ان احنا قلنا ذره بتحل محل الذره المستضيفه اه ولكن بشكل ايه راندملي والا لو ما تحققش الشرطة بيكوّن عندي ايه مش سنجل فيز او طور واحد بيكون عندي تو فيزز طبعا التو two معناها ايه؟ ممكن يكون المذيب FCC والمذاب يكون حاجة تانية BCC، فبيكون طور تاني خالص، فبالتالي بنقول عليه ان هو second phase. هنيجي آخر حاجة بتكلم فيها اللي هي الديجرى degree of solubility of substitutional solid solution، احنا قلنا في نوع من أنواع السوليد solution اللي هو substitutional solid solution. طيب، إن بنقول إن two metals او اكتر من ميتلز بيدوبوا مع بعض او بنخلطهم مع بعض عمليه الذوبانيه ديت في عندي كومبليتلي سوليبل سوليوشن وفي عندي ليس كومبليتلي سوليبل سوليوشن طيب عشان يتحقق شرط ان يكون كومبليتلي سوليبل سوليوشن يعني المادتين يدوبوا مع بعض بالكامل وباي نسبه فعندي هنا اربع شروط اذا تحققوا بقدر اقول ان الماده بتدوب في الماده الاخرى بشكل كامل اول شرط ان الاتوميك سايز ان الـ 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 يكون الديفرنس الاختلاف بين الراديوس بتاع او الاتوميك سايز بتاعه الماده المذيبه او المستضيفه والماده المذابه ما يزيدش عن 15% ولا يقل عن 15%. اذا الماده المذيبه والماده المذابه الفرق بينهم في الراديوس ما زادش عن 15% او او ما قلش عن يعني يزيد بس بشرط ما يزيدش عن 15% بلس وبالماينس فبنقول عليه ده يتحقق ان يتحقق انه ممكن يدوبوا دوبانية كامل يعني الاثنين يدوبوا مع بعض بشكل كامل كومبليتلي الشرط الثاني ان يكون نفس الكريستال ستراكشر يعني المذيب يكون نفس الكريستال ستراكشر بتاع المذاب يعني اذا ده اف سي يبقى التاني يكون اف سي, سي اذا ده بي سي سي يبقى الثاني يكون بي سي سي اذا تحقق برضو الشرطين دولت يبقى ايه كومبليتلي سوليبل الشرط الثالث اللي هو يتحقق ان يكون نفس الالكترونيجاتيفيتي اللي هي السالبيه الكهربائيه يعني اذا السالبيه الكهربائيه نفس او متقاربه مع اللي هي بتاعه المذيب والمذاب اذا هما الاثنين متقاربين او نفس بعضهم برضو بتكون بي بنقدر نقول ايه اننا كومبليتلي سوليبل المادتين ممكن يدوبوا مع بعض بشكل كامل الفيلنسيس اللي هي التكافؤات ان قالوا ان الماده اللي ليها هاير فيلنسي اللي ليها تكافؤ عالي اوكي بتدوب بسرعه عن الماده اللي هي تكافؤها اقل يعني مثلا لو عندي الكبر هو الذره المستضيفه وضفت ماده تكافؤها بلس 2 وماده ثانيه تكافؤها بلس 3 مين اللي هيدوب اكتر في الكبر هيدوب اكتر اللي هو بلس 3 لانه التكافؤ بتاعه هو عالي فبالتالي هو اللي هيدوب اكتر كومبليتلي سوليوبل في الكبر اذا تحققت الشروط الاربعه ديت فبنقول عليها ايه ان ان الماده اللي هي المذيبه او المستضيفه بتدوب الماده المذابه بيكون بشكل كامل او كومبليتلي سوليوبل يعني بيختلطوا مع بعض بشكل كامل اوكي اذا تحققت هذه الشروط اذا لم تتحقق هذه الشروط بنقول عليها ايه ان يعني مش ما بيدوبوش مع بعض دوبانيه كامله ده سؤال مهم جدا جدا وبيجي في الامتحان وهاخد عليه اكزامبلز هنا اهوت او مساله طبعا في مسائل اخرى انا هشرحها في الفايل ديسكريبشن فالرجاء ترجعوا ليها عشان تفهموا الجزئيه ديت اكتر هنا بيقول لك ايه الفاكتورز اللي هي بتاثر على الهاي سوليبيليتي اللي هو بيقول لك واي كبر اند نيكل هاف كومبليت solubility يعني الكبر مع النيكل لما بدوب الكبر في النيكل بيكون ايه كومبليتلي سوليبل ان one انذر ات اول proportion باي نسب يعني اذا نسبه 30 ل 40 30 ل 70 او بنسبه 60 ل 40 اي نسبه بيدوبوا دوبانيه كامله فهو هنا بيقول لك ليه؟ هقول له الاول لان اول حاجه نيجي نمسك الشروط الاتوميك سايز فاكتورز هنبص نلاقي الكبر الاتوميك سايز بتاعته 0.128 نانومتر والنيكل شوفوا 0.125 نانوميتر يعني قريب الديفرنس في الراديوس بين الاثنين ما يزيدش عن 15% بلس او بالنيجاتيف وبالتالي يتحقق شرط ان هما الأتومك سايز تقريبا نفس بعض او متقاربين من بعض طيب ادي اول شرط حققناه هنيجي نشوف الكريستال ستراكشر هنبص نلاقي الكبر الكريستال ستراكشر بتاعه اف سي سي النيكل نفس الحكايه هنبص نلاقي ايه اف سي سي وبالتالي نفس الكريستال استراكشر وبالتالي هيدوبوا مع بعض وايه بكمبليتلي سوليوبل وباي نسبه طب الشرط الثالث اللي احنا قلنا عليه الالكترونيجاتيفيتي هنبص نلاقي الكبر الالكترونيجاتيفيتي بتاع 1.9 النيكل برضو هنلاقي 1.8 شوف قريبه منها يبقى اوكي يبقى الالكترونيجاتيفيتي متقاربه مع بعضيها بتاعه التو ميتلز وبالتالي هيدوبوا مع بعض بشكل كامل الفالنسز هنبص نلاقي الكبر هنا له تو فيلنسز اللي هو بلس 1 وبلس 2 والنيكل هنبص الاقي ايه بلس 2 يبقى نفس الفيلنسي ولا لا بلس 2 وهنا النيكل بلس 2 يا اما يتساووا في الفيلنسي اللي هي الذره المستضيفه والذره المذابه او ان هو بيكون اعلى منه تكون الذره المذابه اعلى من الذره اللي هي المستضيفه وبالتالي اذا الشروط ديت كلها تحققت الاتوميك سايز نفسه بتاع الماده المذابه نفس الماده المستضي... وكذلك الكريستال استراكشر بتاع السوليوت هو نفسه الهوست اتوم الماده المذيبه او المستضيفه والالكترونيجاتيفيتي متقاربه والفيلينسز برضو متقاربه تحققت الشروط ديت يبقى ايه اكيد يبقى الكبر لما ندوبه في النيكل بيكون هاف كومبليتلي solubility بيدوبوا مع بعض دوبانيه كامله وباي Proportions. وبكده أكون خلصت الحلقة ديت الجزء ده أه ومهم جدا الحلقات القادمة إن شاء الله أه هنكمل بقية شرح شابتر أه ستة أه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.